يعني انا طبعا انت كده عمرو بقى انا عمرو انا ما يهمنيش يعني طبعا لا يهمني انكم تتصالحوا، بس يهمني اكتر انه الدوري ياخده الزمالك السنه دي. شفت بقى، ده انا تركيزي ان الدوري الزمالك ان شاء الله. لو غير كده يا عمرو بطمنك، كل الصفقات اللي النادي الاهلي قال عليها عقود الولاد عندي في درج مكتبي. بشكرك، شكرا. شكرا يا عمرو، شكرا يا رامي. شكرا استاذ المستشار. شكرا. يعني اصل اقول احنا نيجي ندخل